طب خلينا بقى نبرز اللي حصل في الخمس يعني مشاركات السابقه للنادي الاهلي في المونديال تحديدا. تمام. بعيدا بقى عن المباريات الوديه، من اول مشاركه حضرتك شايف ازاي مشوار النادي الاهلي مع هذه البطوله بالتحديد؟ هو بص، لما نتكلم عن بطوله 2005 كانت المشاركه غير مرضيه، انك تخسر 1-0 من اتحاد جده وبعدها بتلعب على الخامس وسادس، تخسر من فرقه من سيدني الاسترالي، ده مش مؤشر مش كويس، وكان الاداء غير مرضي الحقيقه خالص. لما الفرقه رجعت كانت المفاجاه في الجمهور اللي كان في مطار القاهره، ومعلق يافطه كبيره قوي كان مكتوب فيها تحديدا عوضوها في اليابان 2006. وده الجمهور اللي هو بيزق الفرقه لقدام، ما بيكسرش المقاديس. الموسم عشان كده الاهلي في 2006 كان حريص الفريق ان لازم يكسب بطوله افريقيا عشان يرجع تاني. وكان الماتش النهائي مع صفاقس هناك اللي احنا متعادلين هنا 1-1، والجول الاخير في اخر دقيقه بتاع ابو تريكه او في اخر خمس دقائق. المونديال في 2006 ده اللي احنا يعني خدنا فيه ميداليه برونزيه. خدنا فيه الميداليه البرونزيه. كان الاداء عالي جدا. اولا كسبنا 2-0 اوكلاند سيتي، لعبنا بعد ماتش تاريخي مع انترناشونال البرازيلي، الفريق تقدم 1-0، وبعد ما تقدم وكان مسيطر بعد الجون ده الاهلي قلب الماتش، مسيطره كامله ولعب كان عالمي من الفرقه، وفلافيو جاب كوره من راسيه يمكن جت في التقرير اللي شفناه، وبعدها هو جاب جون، ومن هنا جاء الاهلي بقى خد بقى ترند خلاص. جينا لعبنا بقى مركز ثالث ورابع، لعبنا مع كلوب امريكا المكسيك في الماتش ده، اللي برضو لعبنا ماتش كبير جدا. ده جول فلافيو، ده جول فلافيو في انترناشونال البرازيلي، ده طارق السعيد. لا جول هايل جدا يعني، توجيه بالراس فايق فيه بيعمل شغل. طبعا فلافيو حاجه، فلافيو من احسن الناس اللي شفتها بتلعب ضربات راس في العالم، وده مش تضخيم في لا هو كان اداؤه كويس، كان محبوب جدا كمان على الصعيد الانساني بقى بعيدا عن مهاراته، رغم انه مش كانش ضحوك بس كان محبوب جدا، كان محبوب جدا من الجمهور. جينا بعدها طبعا غلبنا كلوب امريكا 2-1 وخدنا البرونزيه. قيمه البرونزيه دي في الوقت ده، صحيح منتخب الناشئين كان خد برونزيه كاس العالم مع اعتقد في الارجنتين لما كسبنا باراجواي في 1-0، لكن ده اول فريق كبير كان ياخد ميداليه، فريق فلسطين ياخد ميداليه بالشكل ده. فبقت ده الماتش بتاع كلوب امريكا، جاب ابو تريكا جون، وبعدين جاب الجونين في الماتش دوت، هم تعادلوا وكسبنا 2-1. ده خد قيمه الانجاز انك تاخد برونزيه. بعدها طبعا رجعنا في 2008 ولعبنا، يعني كانت غربت البطوله دي ان لعبنا مع فرقه باتشوكا المكسيكي. باتشوكا المكسيكي الفرقه دي كانت فرقه قويه جدا، ورغم ده لا تقدم بهدفين. وبعدها كمان في اول الشوط الثاني بركات جاب جون صحيح والاعداد جابته كله صحيح، واتحسب اوفسايد في اخر الشوط الثاني، اتعادلوا 2-2، وفي الاكسترا تايم كسبوا 4-2. يعني بتحس ان الفرقه اتكسر من الدفع اللي كانت داخله بقوه جدا. وخسرنا برضو الخامس، وخسرنا المشاركه اللي بعدها برضو ما كانتش مرضيه. كنا بنلعب على فكره اول اربع مشاركات كانت في اليابان، اول اربع مشاركات كانت في اليابان، الخامسه كانت في المغرب ليه 2013، ليه 2013 كانت في المغرب. فالاهلي في الخمس مشاركات كان عمل اسم، حتى انا من السنين الاذاعه اليابانيه اهدت الاهلي حاجه اسمها ساتابوي، عندهم ساتابوي ده حاجه يعني اكنه معمول مجسم كاريكاتيري، هديه للنادي الاهلي انه كان ساعتها اكتر فريق زار اليابان. فمشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه عملت سمعه للاهلي عالميه، ان كل مره الاهلي بيوصل 5 و6 و8 و12 في اليابان تحديدا، و 13 في المغرب، و13 في المغرب كانت اقل البطولات بالنسبه للاهلي، اقل من ناحيه الفنيه، من ناحيه النتائج. صحيح انت في البطولات دي ما بتدورش بس انك انت تاخد البطوله في وسط دول، ولكن طموحك كنادي اهلي، الاسم بتاعك، اللي يمنع انك توصل حتى تلعب مباراه نهائي، وصل مازيمبي ووصل الرجاء المغربي،